اللي انت بتشوفيه دلوقتي ده نبذة مختصرة عن بقية الفيديو، بس كملي معايا الفيديو ما تخافيش، اوعي تخافي. طيب دلوقتي انا بنضف اسوأ سجادة جبتها في التاريخ، وهي سجاجيد الشاج. طبعا انا بشتريها كنت صغيرة وما عنديش خبرة في اي حاجة، ما اعرفش ان هي هتلم لي تراب البلد، ما اعرفش ان هي اي هتلم رملة بالهبل، اي حاجة بتضيع بلاقيها في السجادة دي. اشتريت المنفضة دي مخصوص للسجادة، وده كان افضل حل بعد تجارب كتيرة جدا. فلو انت عندك سجادة شاج زي دي هتنضفيها بالمنفضة، غير كده مش هتنضف. طيب هنبدأ بقى الفيديو. ازيكم، معاكم سارة سيد. فيديو النهارده بيتكلم عن روتين خطير. طبعا انتوا شايفين ده، يعني دي سلحفه اللي هي لمامه حلوه قوي وعمليه، بس مش للسجاده الشاج اللي انتوا شفتها من شويه، لا دي للسجاجيد العاديه. طبعا اللي هناك ده هتقعدوا تقولوا لي ده ايه يا ساره، ده يا جماعه ورق جوافه. بص هحط دلوقتي في العلبه دي، العلبه دي محكمه، بص حتى انا بفتحها يعني باين ان هي محكمه، صبعي كان هيتخلع. بصوا 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 بصوا، ها الحمد لله اخيرا اتفتحت. المهم بقى ايه، ورق الجوافة ده انا جايباه ومنشفاه وغسلاه، وانا اللي عاملاه بايدي، يعني منضفاه ومنشفاه بايدي، علشان يعني عشان جبته من العطار وما عجبنيش، فاهمة؟ حسيت ان هو بقاله سنين السنين، لكن ده بقى ايه، يعني باجي اشربه بحس ان انا شم ريحة جوافة فعلا، فهو يعتبر صابح يعني. واخر واحدة اتحطت اهي، وهنقفل العلبة. طبعا شايفين برطمان المخلل اللي هناك ده، ده انا واخداه هدية يا جماعة. واخداه مخلل هدية، مخلل لفت، عشان بحب المخلل، بحب مخلل البصل، وبحب اللفت، وبحب الجزر شويه كده يعني، بحب الخيار بقى بس ما يكونش مستوي قوي، يكون ناشف كده شويه. بعد كده بقى رحت بقى للجانب اللي هو جنب البوتاجاز اللي بيبقى مليان زيت ده. لو انتوا لاحظتوا هتلاقوني حتى الخشبيات مع بعض، عشان انا بحب المنظر يبقى الخشبيات مع بعض كده، بيبقى شكله حلو. فكل اسبوع مثلا بقوم ايه منضفه الدنيا. طبعا كنت تعبانه فشفت الزريبه كانت، قصدي الرخامه كانت عامله ازاي، يعني مش عايزه بس مش عايزه اتهور والله. انا بقى غسلت الرخامه بالصابون، بس طبعا قطعت الحته دي عشان لقيت قفايا باين. القماشه بقى او الحته ده منديل انا وريته لكم، بيتباع رول كده ب 15 جنيه بيمتص الزيت او بيمتص الميه، عملي قوي معايا، بالنسبه لي حاجه حلوه قوي، ولو خلص هشتري تاني. لو انتوا لاحظتوا هتلاقوني كل حاجه بغسلها بالصابون، وبعد كده بنشفها بالمنديل ده علشان يمتص الصابون، وبعد كده بنشفها بالفوطه الزرقاء دي عشان ايه الميه ما تبوظش الخشب او تبوظ الاستانلس، لان احنا برضو ما نضمنش الميه ممكن تعمل ايه في الحاجه، فاحنا نحافظ على الحاجات. بصوا اهي المنديل ده عملي قوي، يعني انت اشتريه وانت مغمضه. طبعا شارياه لونه كده عشان يليق على المطبخ، يعني يعني ايه مش عارفه اقول ايه، قال يعني هطقم على المطبخ، فاهمني؟ معرفش احنا ساعات بتبقى تافهين قوي واحنا بنشتري الحاجات بجد. بس رصصت بقى المنطقه دي كلها. بعد كده حطيت بقى ايه اللي هو الستاند بتاع البصل والثوم ده، والبطاطس. في ناس كتير سالتني عنه، انا كنت شاريه من ايكيا، بس هو دلوقتي منتشر على حاجات كتير واحسن منه بكتير كمان. بعد كده بقى غسلت البرطمانات اللي الناحيه الثانيه، طبعا فرق شاسع بين المغسول والمش مغسول. المهم بقى ايه بقى، ده ورق لورا، ده ورق لورا ماشي، لو بنحطه في الشوربه بقى. بص انا عدلت البرطمان، المشكله ان انا عدلت البرطمان، يعني لو انا ما عدلتوش كان حصل ايه؟ بصوا يا جماعه المنطقه دي، الحته دي لازم تتعاد تاني علشان نتعلم من اخطائنا. بصوا هوبا، انها بعترت ان تخلينا اشد في شعري. مش عايزه اقول لكم الارض اتبهدلت ازاي، يعني هي مش باين، بس بصوا مش عايزه اقول لكم ايه اللي حصل. طبعا ده قعدت بقى اتوتر كده، ايه كلكت تاني مره، قعدت بقى احط الفشار بعقل كده وبتاع وخلاص، لان ايه لازم نخلي بالنا. بصوا هو انتوا متعودين مني بكده، مره فلفل اسمر يقع، مره الشطه تخش في عيني، فانتوا متعودين مني. بصوا يا حتى الغطا مش عايز يخش، يعني انا نيجي بقى على البرطمانات التانية دي، برضو قعدت امسحها واغسلها وكده. البرطمانات دي انا كنت شاريها من زهران، وبرطمانات الازاز برضو من زهران. الاستند الابيض ده عملي قوي، يعني اشتريه من غير ما تفكري، ده انا كنت شاريه من ايكيا. ده اول حاجه اشتريتها من ايكيا في حياتي يعني، وكنت شاريها اونلاين، والبنت ضحكت عليا زودت 50 جنيه على التسعيره، وانا كنت عارفه سعره الحقيقي، وبعد كده عرفت سعره الحقيقي من الموقع. بقت خبره بقى خلاص، اتعلمت. بس انا مسامحاها والله، مسامحاها عشان هو نفعني ساعتها وبحبه لحد دلوقتي وغالي عليا، عشان دي اول حاجه اشتريتها من ايكيا في حياتي. بعد الجواز طبعا، يعني انا قبل الجواز ايكيا ده ما كانش، يعني كنتش عارفاه اصلا، كنت عارفه زهران، عارفه عمر افندي كده. الميزان ده بقى عملي قوي، وبستعمله في حاجات كتير عشان بقسم بيه الاكل، وبشوف الناس اللي هتسرقني.
يعرفوا يسألونه ولا لا. بصوا بقى، الشفشق ده انا كنت شارياه يعني زي صرفت كده من الوكالة، كنت شارياه من الوكالة بجد، كان ب15 جنيه. طبعا ما شربتش فيه، بس حطيت فيه المعالق الخشب كديكور، وانا حابة تفاصيله قوي. فانت لو رحت الوكالة هتلاقي حاجات من دي حلوة كتير قوي، وينزل الوكالة واتفرج على فيديوهات الوكالة اللي عندي برضو، ايه لو انت مش فاهمة اي حاجة فيها. وبما ان الرخامة بقت نظيفة، فانا هوريكم مشترياتي الجديدة. ده باكت بطاطس كده، قال ايه ممكن يحط فيه اقلام، ازاي نحط فيه اقلام وعليه مرسوم بطاطس يعني؟ خلاص يعني مش عارفين ان نجيب مقلمة ب5 جنيه. وبعد كده بقى جبت المشابك دي، عجبتني قوي لونها. اللي عارفني عارف ان انا بحب الالوان النحاسي والذهبي والفضي وكده. دي اصلا معموله مش يعني هم حاطين كاتبين لك عليها هو ان هو مش للغسيل، علشان بس ايه لو علينا جاب ان هو للغسيل، هو مش للغسيل، هو كديكور. بصوا متفرحوش، هتتخضوا دلوقتي. بصوا الجانب الاخر، تعال لنا بسرعه يا جماعه، يا جدع يا اخت جمالي، يا اخت كمالي، يا اخت كمالي. والله اول ما شفت حتى انا بقى اتريني سرحانه، وباخد من الرخامه دي وبحط على الرخامه دي وانا سرحانه يعني. بصوا ده المايك اللي بشغل عليه قرآن، حلو قوي كأنه زي بستعمله كراديو يعني، عشان الراديو بتاعي باظ. قعدت بقى ألم في الحاجات دي، كيس لب عشان ايه أزقز واركن هنا. بس دي بقى كيس فتح الله لقيته كده، لقيت فيه بسكوتة ولقيت فيه الريسيت. الريسيت ده تصدقوني ان انا كنت داخلة اجيب كيلو هوت دوج، دخلت جبت حاجات كتيرة كنت هنسى هوت دوج اشتريه يعني. بصوا مش عارفه اقول لكم ايه، انا بتريق على نفسي يا جماعه. بصوا بقى ده الحمد لله الحته دي اترتبت وكل حاجه، هي مشيتها حلو، بس مش عارفه بقى لما تتغسل هيحصل ايه. بس هحاول اغسلها على ايدي بقى كده، نقيسها مع بعض. حاسه ان انا رايحه اصطاد في راس البر باللبس اللي انا لابسه ده بالظبط، كاني بالظبط صياده يعني، ناقص لي الشبكه والموضوع ينتهي على كده. ده بقى الهلال ده بقى بتاع رمضان، اكتر حاجه مفرحاني في المشتريات دي، عاجبني قوي. هو بورسلين، والله انا كنت ماسكاه وخايفه يقع مني عشان انا ما بحبش امسك بورسلين او ازاز، بس بصوا عجبني جدا. ازيكم، معاكم ساره سيد. فيديو النهارده بيتكلم عن الوكالة يوم الجمعة. وبعد كده اشتريت التيشيرت ده، هو ماركه شي ان، بس انا مستغربه قوي، هو مكتوب عليه مقاس سمول بس هو كبير قوي يعني، هو اعتقد ان هو الستايل بتاعه اللي هو اوفر سايز جامد يعني. واهو بس طبعا انا غسلته بس لسه ما اتكواش ولا اي حاجه، فلسه عايزه اكويه بقى. غسلته هو قبل ما يتغسل كان مفروض، وكان شكله من ناس قوي، مش عارفه لما غسلته حصل له ايه يعني.